مساء الخير. البصق في وجه المصلين، مسيحيين كانوا أم مسلمين، تحدث برعاية بنيامين نتنياهو شخصيا، فهو من جعل من مستوطن متطرف وزيرا للأمن، وهو من سمح لفتية التلال أن يحتلوا مبنى الكنيست ويضع استراتيجية تعامل أعضاء الكنيست الدمى. ونتنياهو في حكومته تباهى إيتمار بن غفير بأن ارتفاع أعداد الاقتحامات والمقتحمين لباحات المسجد الأقصى فخر للحكومة. الاعتداءات على الكهنة والكنائس والمساجد ما هي إلا ترجمة لضعف نتنياهو أمام فقدانه للسيطرة على اليمين الفاشي. أنتم مع بانوراما هذا اليوم وساعة جديدة، هذه أبرز ملفاتها. استطلاع رأي، معظم الإسرائيليين يشعرون بأنهم فقدوا أمنهم الشخصي في ظل حكومة اليمين المتطرف. ومنظمة أوروبية توصي بوقف الدعم المالي لليهود المتشددين وزيادته للمواطنين العرب بسبب التمييز العنصري. ومساع في غالبية البلدات العربية للتوصل إلى ميثاق شرف بين المرشحين لتجنب حالة التحريض في الانتخابات المحلية. أهلا بكم. بادر المنتدى الحقوقي الذي ينشط إلى جانب لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية لاجتماع تشاوري وتنسيقي نهاية الأسبوع الماضي في ظل استفحال العنف والجريمة في المجتمع العربي وضرورة توحيد الجهود على المستوى الحقوقي في مواجهة الجريمة. هذا وأجمع ممثلو المؤسسات الحقوقية العربية والناشطون الحقوقيون العرب خلال الاجتماع على أهمية تدويل قضية العنف والجريمة في المجتمع العربي من خلال توجه وحدوي باسم الجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل إلى العناوين الدولية المركزية، وذلك من خلال لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن ابنة المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي تولت منصب مراقبة للإعلام الرقمي الذي يصدر في اللغة العربية، علما بأنها لا تتكلم اللغة العربية على الإطلاق. وبحسب القناة 12 فإن المنصب الجديد الذي انتقلت إليه ياعر أثار استغراب بعض كبار مسؤولي الشرطة، وأوضحت أنها باتت تعمل ضابطة برتبة مفتش توكل إليها مهمة مراقبة الإعلام الرقمي باللغة العربية. إلى ملفنا الأول، كشف استطلاع رأي أجراه مركز الأبحاث القومي في إسرائيل أن 63% من الإسرائيليين لا يشعرون بالأمان منذ تشكل الحكومة، وذلك بسبب تفشي آفة العنف في المجتمع العربي وبسبب تولي إيتمار بن غفير منصب وزير الأمن القومي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. الإحساس بالأمن الشخصي لدى الإسرائيليين بات مفقودا في ظل حكومة بنيامين نتنياهو الخامسة، وفي ظل تولي المستوطن إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي. هذا ما يتضح من استطلاع رأي أجراه معهد الأمن القومي. خلا أجيب شنين دوارين. دوار ראשון بتور مي שמשתתף מאוד פעיל במחאה בעד הדמוקרטיה, להצלת הדמוקרטיה. קל לראות שההנחיות שירדות מלמעלה תואמות את מה שבעצם השר רוצה. כלומר, יש אנשים שהם אלימים שמהם אני צריך לחשוש, אבל אולי גם מאנשי משטרה שרוצים להוכיח את עצמם, רוצים להראות לבוס שלהם שהם ישר איתו קו, איתו ועם האג'נדות שלו, ואולי ככה גם מחפשים קידום. يضاعف من هذا الإحساس عند الإسرائيليين انتشار آفة العنف في المجتمع العربي الغارق بدماء ضحاياه، ووضوح استراتيجية إيتمار بن غفير ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في هذا الخصوص التي تترجم بغياب الاستراتيجية الحقيقية وإغراق المجتمع العربي بالفوضى. القضية أصبحت مخيفة، كون الناس حتى إنها بتشتري أو بتحاول تتصرف
عملها في ساعات النهار ولساعات الليل، كون أن إطلاق النار في غالبيته يحدث في ساعات الليل. نعم، قضية الأمن والأمان قضية حارقة للمجتمع العربي. كما يتضح من استطلاع الرأي المقلق أيضا أن 54% من المستطلع آراؤهم يؤيدون استخدام الاعتقال الإداري بهدف خلق حالة ردع، كما أن المحاكم وجهاز الشرطة والحكومة قيم عملها ما دون المستوى المطلوب لبث الإحساس بالأمن والأمان عند المواطنين. ولنقاش هذا الملف ينضم إلينا الأستاذ المحامي محمد دحلي، وهو محلل سياسي وخبير قانوني. مساء الخير. مساء الخير. إذن برأيك هل من مبرر لهذا الإحساس بفقدان الأمن الشخصي في المجتمع الإسرائيلي وتحديدا في المدن الإسرائيلية؟ طبعا، يعني ما يحصل في الشوارع في البلاد، العنف في المجتمع العربي ولكن ليس فقط في المجتمع العربي. حالات العنف هي ليست منحصرة على المجتمع العربي كما نعرف، ومع أن الأعداد الكبيرة هي هناك، ولكن كل هذا يصل أيضا إلى المجتمع اليهودي، وبالتالي نسبة 54 أو 60% يعني ثلثي المجتمع في البلاد، هذه برأيي حتى ليست نسبة كبيرة. لو كان الوضع طبيعي من المفروض أن تقول نسبة أعلى من ذلك بأنها لا تشعر بالأمن والأمان. عندما يكون هنالك 200 مواطن عربي تقريبا قتلوا منذ بداية هذا العام، قتلوا في أماكن مختلفة ليس فقط في المناطق العربية، جزء منهم قتل في مناطق في مدن مختلطة، في حيفا، في اللد، في الرملة. ولكن سيد محمد، هل هذا ما جعل المواطنين اليهود يشعرون بفقدان الأمن الشخصي، انزلاق جرائم العنف وتنفيذها حتى في المدن والشوارع الرئيسة في المدن اليهودية؟ هذا أحد أهم الأسباب. السبب الثاني هو أنني أعتقد أن نسبة عالية من الشارع الإسرائيلي لا تثق أصلا بإيتمار بن غفير. يعني عندما يكون إيتمار بن غفير هو المسؤول عن حقيبة ما يسمى الأمن القومي، وإيتمار بن غفير كما نعرف يعني وصل إلى هذا النجاح الانتخابي بعد أن قطع وعودا كبيرة لشرائح كبيرة بالمجتمع اليهودي تتعلق بمحاربة الخاوة ومحاربة العنف والسرقات وما إلى ذلك، خاصة في النقب وفي الجليل وبالأساس فيما يتعلق بالقطاع المزارعين. ورأينا على أرض الواقع أن بن غفير لم يفي بوعوده لا في أي مجال من هذه المجالات. الشرطة هي ذات الشرطة، والشرطة هي ضعيفة تحت إدارة بن غفير. هنالك صراعات بينه وبين المفتش العام، وهو مشغول، بن غفير نفسه مشغول بأمور لا تتعلق بإعطاء المواطن العادي أو كل المواطنين الشعور بالأمان. هو مشغول بإرضاء تلك الفئة المتطرفة التي أوصلته انتخابيا إلى حيث وصل، وتصريحاته تدل على ذلك. في كل تصريح يطلقه هذا ما يهمه إرضاء هذه الشريحة، سواء فيما يتعلق بتشديد يعني الأوضاع المتعلقة بالأسرى الأمنيين، من موضوع الخبز والأفران وما إلى ذلك والماء الاستحمام، مروراً بتصريح صدر منه اليوم أنه يجب التعامل مع مشجعي هكوعيل تل أفيف كما يتم التعامل مع لفاميليا والمعروفين بعنصريتهم وعدائهم للعرب، بمعنى أنه يوجد تمييز ما بين في تعامل الشرطة ما بين مشجعي هكوعيل تل أفيف. وهنا هنا يريد بن غفير المساواة بين المواطنين. ولكن دعني أسألك، في التقرير تحدث أدير أن يعني أسباب فقدان الأمن هي أنه بات يتم استهداف النشطاء ضد الانقلاب القضائي أيضا من قبل أعضاء الكنيسة وجمهورهم. بالتالي يعني أخت رماح، رأينا منذ بداية المظاهرات الشعبية الإسرائيلية ضد الانقلاب القضائي الدستوري في البلاد، رأينا وسمعنا تصريحات بن غفير والتي تقول أنه يجب عدم التعامل مع هؤلاء المتظاهرين بما يراه هو وكأنه تعامل بأكف من حرير. هذا أدى إلى إقالة قائد عام منطقة تل أفيف بسبب تعامله مع هذه المظاهرات. وسمعنا مباشرة من بن غفير نفسه وهو يقول أنه يجب التعامل بقسوة أكبر وبحزم أكبر واستعمال القوة واستعمال وسائل يعني أقسى
من فض تتعلق بفض هذه المظاهرات ومنع أي إغلاق للشوارع الشوارع والمفارق الأساسية في البلاد. اليوم جاءنا بن غفير بتصريح جديد وهو يريد تغيير يعني نتائج لجنة أور بعد أحداث أكتوبر هبة أكتوبر عام 2000، ويريد أن يعطي الشرطة الصلاحية بأن تقوم هي بالقتل عمليا، أن تقوم بالقتل مع غطاء قانوني وسياسي. يريد أن يعطيها أن يغير الوضع القائم اليوم الذي بموجبه يجب على الشرطة أن تستعمل وسائل تفريق المتظاهرين وليس بالنار الحية، ويقول الآن يجب إعطائهم هذه الإمكانية، إمكانية استخدام الأسلحة الحية. هذا معناه مزيد من القتلى في الشوارع الإسرائيلية. إذن من يستمع لكل هذه المعطيات، أي مواطن إسرائيلي عقله برأسه ويستمع إلى كل هذه المعطيات، عدد القتلى، تصريحات بن غفير، تقاعس شرطته، العنف المتزايد في كل مكان والذي لم يعد محصورا على القرى والمدن العربية، بطبيعة الحال يصل في نهاية المطاف إلى قناعة بأن الأمن الشخصي في البلاد يعني هو آخر ما يهم بن غفير، وأن الأمن الشخصي في البلاد بالفعل مهدد، وأن كل مواطن بات يخشى على حياته وعلى حياة عائلته وأفراد ابقى معي ابقى معي أستاذ محمد، وأريد أن أضيف إلى حديثنا هذا دكتور وليد حداد وهو محاضر في علم الإجرام. مساء الخير دكتور وليد. مساء النور. إذن نحن نتحدث عن أن 63% من المواطنين في إسرائيل يشعرون بفقدان الأمن الشخصي، كيف يمكن لهذا الإحساس إذا ما تعاظم مع استمرار وجود هذه الحكومة أن يؤثر على طبيعة تصرف المواطنين؟ طبعاً يعني هذا البحث لم يفاجئنا، أنه المستوى الأمن الشخصي الإسرائيلي بشكل عام انخفض طبعاً نتيجة استفحال الجريمة خصوصاً في المجتمع العربي. الآن يعني نحن نعيش بداخل دولة إسرائيل، يعني المجتمع العربي اليهودي متداخلين، يعني اليهودي يتسوق من القرى والمدن العربية، يعني في يعني التداخل وفي تعاملات يومية، فبالتالي أصبحوا يشعرون مهددين، زائد انتقال الجريمة أيضاً للطرف الآخر، عبور الجريمة للطرف الآخر من الشارع، وأنا أقصد يعني الشارع اليهودي، عم نلاحظ تصفيات صراعات بين منظمات إجرام يهودية وعربية، لأنه صار تحالفات بين منظمات إجرام يهودية وعربية. طبعا اليهود اللي طلبوا تحالفات مع العرب، المنظمات العربية أقوى، وقضية التصفيات أصبحت قضية وقت. الآن عم نشوف أيضا تصفيات صراعات بين عصابات يهود وعرب، وبالتالي هذا سوف يؤثر على كل مواطنين الدولة العربية اليهود والعرب بنفس المقياس. برأيك هل هنا قد بسبب الانتقال أو هذه الاتحادات بين عصابات الإجرام قد تتدخل الشرطة في هذا المضمار لمنع استمرار هذه التوحد أو هذا تعاظم قوى عصابات الإجرام فيما لو اجتاز المجتمع العربي ومس بالمجتمع الإسرائيلي كما هو متوقع؟ يعني بدون أدنى شك عندما تصبح الصراعات بالشارع الإسرائيلي بين عرب ويهود، ومنلاحظ قتلى يعني في اغتيالات ليهود من قبل عرب، يعني في اعتقالات نرى انه بجديه اكثر بعشرات المرات، وفجاه بدانا نسمع عن تقنيات لم نكن نسمع عنها، واوامر من المحكمه باستعمال بيجاسوس وغيره اللي بالشارع العربي كان في تأتأة ونقاشات مسموح ممنوع نستعمل. بالعكس يعني انا طبعا ادين كل نوع من القتل، ولكن للاسف اقوله براره، عندما يكون الضحايا يهود في عصابات الجريمه والمجرمون عرب نرى جدية أكثر بالتعامل واعتقالات، وهذا ما حدث قبل يومين، يعني احتلوا حي الجواريش وإطلاق النار، وحتى ما كان في مشكلة يقتلوا ناس إعدامات ميدانية من دون محاكمات، لأنه يريدون أن يعني يدب الرعب في قلوب طول المشجرين بالمجتمع العربي. كنا نقولها لن تتدخل الشرطة، ولكن عندما بدأ هذا الصراعات بدأنا نرى جدية وحزم وحتى إعدامات ميدانية، لا يهم الشرطة يعني بهذه الحالة إذا ضحية عربي. ترجم لي السياسة العنصرية أو الفصل العنصري حتى في الحياة اليومية دكتور وليد حداد، وأنت محاضر في علم الإجرام، شكرا جزيلا لك. أعود إليك أستاذ محمد دحلي، يعني هنا نحن نتحدث عن سياسة ممنهجة وواضحة لحكومة بنيامين نتنياهو وأيضا لوزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، يعني هناك محاولات للسعي لتدويل قضية المجتمع العربي والمطالبة بحماية. برأيك ما حظوظ مثل هذه المساعي يعني لأن تترجم وأن تجد من يصغي إليها في المجتمع الدولي؟ يعني هذه مساعي مهمة، ولكنها طريق طويلة وشائكة ومعقدة، وحتى تأتي كلها هذا يتطلب وقت طويل،
ربما أهم يعني الأماكن التي يجب أن نذهب إليها هي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD التي إسرائيل هي عضو من أعضائها 32، لأن إسرائيل تصغي إلى ما تقول هذه المنظمة وأصغت إليه في الماضي، لأن هذا ينعكس بشكل مباشر على تقارير هذه المنظمة وعلى الوضع الاقتصادي في البلاد، ولذلك التوجه إليها حسب رأيي مجدي جدا. بطبيعة الحال إذا كانت الطاقات موجودة التوجه أيضا إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ولجان حقوق الإنسان، كل هذا مهم، ولكن يجب أن نتذكر أنه الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي كان يعول على حماية دولية منذ عشرات السنين وتوجه إلى كل المحافل الدولية وطالب بهذه الحماية من أعلى المنابر لم يحصل حتى اليوم على هذه الحماية، لذلك يجب ألا يعني ندخل في أوهام بأن التوجه أو تدويل هذه القضية والتوجه إلى العالم ومطالبة العالم بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لحل هذا الإشكال هي الحل السحري لهذا الموضوع. لا توجد للأسف حلول سحرية ولكنها إحدى وسائل النضال، ويجب أن نطرق هذا الباب ويجب ألا نغفل عن الضغط محليا خاصة مع المجتمع الإسرائيلي الذي كما قلنا وبموجب هذا الاستطلاع هو أيضا متأثر من هذه الآفة الإجرامية وآفة العنف، لكي يكونوا خلفاء لنا في الضغط على الحكومة أو في تغيير هذا الوزير المتطرف والمتقاعس أو في تحويل أو تغيير الوضع على الأقل ما كان عليه مثلا إبان الحكومة السابقة عندما كانت هنالك خطة لمحاربة الجريمة، وبالفعل تم تقليص عدد القتلى خلال ولاية الحكومة السابقة. يجب أن نفكر بطريقة نجند بها الشارع الإسرائيلي، سواء الاحتجاجات الحاصلة ضد التغييرات القانونية وكافة السبل من أجل أن يكون الضغط محليا، لأن الضغط المحلي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إسقاط الحكومة أو إسقاط الوزير المتطرف على الأقل، وهذا ما سيأتي بنتائج مباشرة وفورية وهامة. الأستاذ المحامي محمد دحلي، وأنت محلل سياسي وخبير قانوني، شكرا جزيلا لك. إلى ملفنا الثاني، أوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية الحكومة الإسرائيلية بوقف الدعم المالي لمعاهد تدريس التوراة الحريدية، كما أوصت أن تزيد ميزانية التعليم للمجتمع العربي لتشجيع النمو الاقتصادي. تفاصيل أوفى في تقرير خليل أديب. في تقريرها السنوي حول النمو الاقتصادي، أوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن توقف الحكومة الإسرائيلية الدعم المالي لطلاب معاهد تدريس التوراة من اليهود المتشددين دينياً، رداً على السياسة العنصرية التي تنتهجها حكومة نتنياهو ووزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، وما دفع المنظمة بمطالبة زيادة ميزانيات التعليم للمجتمع العربي. هذه التوصيات ليست من الفراغ، حيث أن الاستثمارات التي تمت في السنين الأخيرة وخاصة في مجال التشغيل أتت بنتائج إيجابية جدا، حيث نرى رأينا في العقد الأخير أن نسبة الطلاب العرب أو كمية الطلاب العرب في المعاهد العليا ضاعفت نفسها وأكثر من ذلك، نسبة التشغيل لدى النساء العربيات ضاعفت نفسها وأكثر من ذلك، وأيضا هنالك ارتفاع ملحوظ في الأجور لدى الرجال والنساء في المجتمع العربي. كل هذا سيعطي عمليا نتيجة إيجابية في الطرفين، أيضا في الطرف المجتمع العربي الذي سينخرط أكثر في الاقتصاد، وأيضا للنمو الاقتصادي لدولة إسرائيل، وهذا طبعا يفسر ويبرر هذه التوصية الموجودة في تقرير OECD الذي نشر في الأمس. تنتهج حكومة اليمين الإسرائيلية سياسة عنصرية تجاه المجتمع العربي، حيث أنها اعتمدت تقليص ميزانيات التطوير والتعليم في المجتمع العربي، ما يعتبره سياسيون بقرارات مجحفة بحق المواطنين العرب، وما يرى به مختصون بخطورة كبيرة على نمو إسرائيل بسبب اعتمادها لسياسة العنصرية الغبية. الأرقام اللي قاعدة بتروح اليوم على التربية والتعليم أو على المدارس الدينية، المدارس التوراتية، عمليا قاعدة بتخطط كيف تكون وبترسم الخريطة تبعت عالم التوظيف وعالم التخصصات اللي راح يكون أخرى 5 سنين وعشر سنين في البلاد. إحنا بدنا نحكي عن نقطة كتير كتير مهمة، المجتمع العربي بحارب على إنه يفوت على شركات الهايتك ومحروم، هذاك المجتمع الثاني بحارب إنه ما يفوت وبأخذ، فعمليا الفجوة قاعدة بتكبر.
تكبر أول شيء من ناحية علمية، من ناحية ثقافية، ومن ناحية توظيف، ومن ناحية هل إسرائيل هي شايفة حالها بالمحل الصح أخر 10 سنين إذا هاي الأموال حولت هنا؟ لا، هي قاعدة بتستجيب بس لأعضاء كنيسة 2 أو وزراء 2.5. تقرير المنظمة يؤكد على وجود نظامين اقتصاديين في إسرائيل، وما يشكل وضعا يمنع فيه رصد ميزانيات بشكل متساو، وما ينتج عن ذلك فجوات اجتماعية واقتصادية بين المجموعات الكبيرة في إسرائيل، وما يخنق المجتمع العربي بأزماته التي يعيشها إثر انعدام المساواة في سوق العمل. ولنقاش هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو دكتور شرف حسان، وهو رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي. مساء الخير، شكرا لحضورك. إذن نحن نتحدث عن تقرير كان يعني متوقع الحريديين أو الحريديين يحصلون بموجب وجود هذه الحكومة والحكومة السابقة على ميزانيات أكبر، والمجتمع العربي محروم. كيف يؤثر هذا على مستوى عمل جهاز التربية والتعليم في المجتمع العربي؟ بطبيعة الحال المجتمع العربي وبالذات جهاز التربية والتعليم ينقص الكثير من الموارد. صحيح في منذ انضمام إسرائيل لمنظمة منظمة OECD هناك ارتفاع واضح في الميزانيات بشكل دائم، ولكن بعدنا بعاد بشكل كبير عن إغلاق الفجوة، وبالذات أنه المصادر التمويل للتعليم هي ليست فقط من الحكومة إنما أيضا من السلطات المحلية وأيضا من العائلات وأيضا من الصناديق داعمة وجمعيات إلى آخره. يعني بكل المصادر إحنا في وضع صعب، لذلك يعني حرمان المجتمع العربي من الميزانيات هذا يؤثر سلبا على المجتمع العربي. الأبحاث في OECD وغيرها يعني من في العلوم الاجتماعية تؤكد أن المجتمع العربي معني جدا في الخروج إلى العمل، ومعني جدا في الاندماج في سوق العمل، ومعني بالتقدم في التعليم والتعليم العالي، وعم نشوف النتائج. الضيف في التقرير قال لخص الحدث هذا بجملة جدا جوهرية، أن المجتمع العربي يحارب لدخول الهايتك. صحيح. والحريديين يعني حتى يغلقون محال الهواتف، هم لا يريدون ولوج كل عالم أي التربية والتعليم، ويحافظون على ما يعرف بتعليم النواة وهي فقط النواة. صحيح. يعني المجتمع العربي خلينا نكون شوي نعطي شوية معطيات أو نتأمل في المشهد. العائلات العربية مع رغم الفقر ورغم الصعوبات الاقتصادية مستعدة تستثمر في أبنائها عشرات ألاف الشواغل ومئات ألاف الشواغل من أجل التعليم العالي. شوف قديش عدد الطلاب العرب اللي يتعلموا خارج البلاد على سبيل المثال، وهذول بيرجعوا لسوق العمل في إسرائيل وبيخدموا في المستشفيات الإسرائيلية وبيخدموا في الشركات الإسرائيلية وبيخدموا بالآخر سوق العمل في إسرائيل والاقتصاد الإسرائيلي. مع تقريبا الحكومة مش عم بتساهم بأي شيء، بالعكس عم بتحط أحيانا عراقيل. لذلك المفروض أنه يصير تغيير جوهري في السياسات، ولكن بنفس الوقت أنا أريد أن أؤكد يعني القضية ليست فقط ميزانيات بما يتعلق بالتعليم العربي، القضية أيضا موارد، ونحن نطالب بإغلاق الفجوة، هذا حقنا ليس فقط من أجل المصالح الاقتصادية، لأنه منظمة OECD هي منظمة بالنهاية الأمر ما يهمها هو فقط المنظور الاقتصادي وما يخدم الاقتصاد. نحن نتحدث عن حقوقنا، ولذلك هذا حق لنا بكل ما يتعلق في الموارد. القضية ليست فقط ميزانيات، إنما أيضا قضايا مناهج تعليم، قضايا برامج، وهل ترصد هذه الميزانيات في الأماكن الصحيحة وطريقة صرف الميزانيات. لذلك يعني صحيح في ارتفاع في الميزانيات، ولكن أنا بقول إنه قسم من هذه الميزانيات لا تخصص إلى ببرامج تخدم مجتمعنا، ربما تخدم سياسات هنا وهناك للحكومة، ولكن ليس ما نريده نحن. نعم، دعني أتحدث هنا عن كيف تقيم جهاز التربية والتعليم في المجتمع العربي، يعني هل هو يقوم بواجبه أم أن هناك نواقص شديدة، وكيف يمكن يعني أن تزيد مقدرة هذا الجهاز التربية والتعليم كما نشطتم أيضا بلجنة المتابعة على هذا الأمر مواجهة العنف في المجتمع. صحيح. العربي بالتالي. صحيح. أبناء الطلاب هنا هم ينكشفون إلى الجرائم ويعايشون هذا الواقع. لا، قراءة الوضع التربية والتعليم هي قراءة مركبة، يعني واضح أنه الوضع مركب وفي تغيير كل الوقت. واضح أنه اليوم الوضع مش زي بسنوات الثمانينيات عندما أقيمت لجنة متابعة قضايا التعليم، ولكن بنفس الوقت يعني في لو تأملنا المشهد أو الوضع في النقب على سبيل المثال، إحنا بنحكي على مئات مئات من غرف التدريس ما زالت غرف السيئة دون المستوى
يعني هي ليست مباني ثابتة، ليست مجهزة، وعشرات ألاف الطلاب ينقلون بالباصات لأن الحكومة ترفض إقامة مؤسسات تربوية في قرى غير معترف فيها تلبي احتياجات الأهل. كل هذه الأهل. سياسة للتصعيد، يعني هي تستعمل الأطفال عمليا جزء من الحرب التي تشنها من أجل تهجير أهلنا في النقب، ورفض هذا الأمر، يذهبون على الإبل. صحيح، ليس يعني ليس صدفة أن وضع طلابنا في النقب هو الأسوأ في ضمن تدريج الـ OECD، وأيضا وضع التعليم العربي حسب امتحانات البيزا هو عمليا بفجوة السنوات عديدة عن التعليم اليهودي. لذلك أنا أحذر من يعني أنه إحنا نطلع فقط على نتائج امتحانات البيجورت التي لا تعكس بالضرورة الجودة، جودة حقيقية أو تغيير نوعي في وضع التعليم العربي. ما زال حسب رأيي التعليم العربي عاجز بشكل جدي عن إعطاء أو تلبية احتياجات مجتمعنا. هناك حالة من العجز بشكل عام، رغم أنه في نفس الوقت أنا بشير أنه دوائر المعلمين والمديرين والمديرات اللي عم بدخلوا لحالة المبادرة أنا بقول أنه بازدياد، وهذا يدعو إلى التفاؤل. وأنا أيضا ألاحظ أنه هناك أيضا إحنا صرنا سنوات بنحكي على تغيير الخطاب التربوي من التركيز فقط على التحصيل العلمي إلى خطاب أوسع وخطاب نقدي وخطاب وهوية. إنساني وبناء الإنسان والانتماء والهوية والهوية الوطنية وما إلى ذلك. يعني نحن يعني بدأنا نلاحظ أنه هذا الخطاب عمال بدخل وأوساط مختلفة عمال تتبنى، بما في ذلك في بعض يعني المسؤولين حتى في وزارة التربية والتعليم جزئيا بتقبلوا أو قسم من هذا الخطاب. وأنا بعتقد أنه احتياجات مجتمعنا اليوم هي بالأساس في الاستثمار، بالأساس في الفئات المهمشة، الفئات المستضعفة في مجتمعنا، بالذات أنه احنا نواجه حالة مثل حالة العنف الموجودة. هي ليست عنف وجريمة. كيف كنت تريد أن تعمل المدارس والمراكز التي يعني توفر خدمة التربية والتعليم بالمجتمع العربي؟ هل نحتاج إلى ميزانيات أكثر، إلى كوادر أكثر؟ بحاجة إلى الكثير من الأمور. أول شيء بحاجة إنه الميزانيات الموجودة تصرف في الأماكن الصحيحة. هناك بعد نضال، يعني أنا برأيي المسؤولية تقع بالأساس على الوزارة، إن هي التي تحدد كيف تصرف وأن تراقب عملية. هي أيضا اختارت أن تصرف قسم كبير من النقود حسب التوجهات الليبرالية، حسب طريقة الخصخصة، نداءات ومزودين خارجيين، وليس استثمار في المدارس وبناء طواقم في المدارس نفسها. هذا خيار الوزارة، أنا برأيي هذا خيار خاطئ فيه إيجابية معينة من ناحية المرونة، ولكن هو بنهاية الأمر لا مضر للأطفال يعني للطلاب. يعني فيه يعني أنا بعتقد أنه ممكن استثمار الكثير من الموارد الحالية بشكل أفضل. هناك أيضا مسؤوليات تقع على المديرين والمديرات، ولكن بنهاية الأمر إحنا بنعرف أنه هن محكومين لبرامج التي تصادق عليها الوزارة وعقود. بنفس الوقت أنا بعتقد أنه في حاجة لتغييرات بنيوية حقيقية في السياسات التربوية. حدثني عن خطوات عملية. يعني على صعيد على سبيل المثال، يعني لا يعقل وضع طلابنا في اللغة العربية الوضع هو الحالي. الوضع مأساوي كارثي بكل الامتحانات المحلية والعالمية والدولية، تثبت أنه هناك صعوبات لدى الطلاب العرب بالذات في جيل الابتدائي. علينا أن نغير ونضع قضية اللغة العربية كأولوية لكل المدرسة، ليس فقط لطواقم اللغة العربية والمسؤولين على موضوع اللغة العربية. اللغة العربية إذا لم تتحول إلى هم جماعي وإلى قضية القضايا في مدارسنا وإلى مسؤولية الجميع، أنا بعتقد أنه إحنا رح نخسر في هذا الموضوع، بالذات أنه اليوم في توجهات بالوزارة إلا بتقول إنه خلينا نعلم بعض المواضيع باللغة العبرية مثل العلوم. وأنا مؤخرا صدر منشور موجه لإخواننا في الطائفة المعروفية بيحكي على هذا الموضوع، إنه فرض تعليم العلوم في اللغة، لو إحنا نرفض كليا هذا التوجه. هذا خط أحمر بالتالي، وكأنه بدء التفكير الطلاب يعني أولا هي سياسة خبيثة تؤكد على الفرق، تسود على الفصل. وأيضا هناك قصر نظر، يعني عمليا يعني المس في اللغة العربية هو مس في قضايا مختلفة، قدرات طلابنا في التعبير أيضا قضية الهوية والانتماء. اللغة العربية هي لغة حضارة، لغة ثقافة، لغة دين، لغة يعني هي ليست فقط لغة للتواصل. لذلك هناك يعني الوزارة ربما تريد أن يكون الخريج العربي يندمج في سوق العمل ولكن مجرد من هويته. أنا أعتقد أنه هذا أمر مأساوي، وهذا جزء من أزمة مجتمعنا اليوم. لذلك إحنا طرحنا برنامج متكامل على مدارسنا فيه الكثير من المركبات، أبرزها أبرز ثلاث مركبات يعني بمواجهة العنف والجريمة والتي توصي بها بشدة ونوصي بها بشدة، اللي هي أولا الاستثمار في الطلاب
المهمشين، وهذا يتطلب أيضا التحرر من خطاب التحصيل العلمي إلى خطاب أوسع، خطاب تربوي حقيقي فيه بناء الإنسان وبناء المجتمع وتعزيز يعني في الأساس قضية الانتماء والهوية، تربية الانتماء والهوية. هذا يشمل أيضا قضية اللغة العربية والتعامل معها كلغة شعب، كلغة أمي، وليس فقط كموضوع للامتحانات. يعني هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث تجهيز الطالب للحياة، يعني إعطائه الأدوات كي يستطيع أن يواجه العالم المركب اقتصاديا اجتماعيا سياسيا الذي نعيشه. هذول الثلاث مركبات أساسيات في قضية البرنامج اللي نطرحه، إلى جانب طبعا تدعيم المعلمين، الخدمات النفسية بالأساس للفئات التي تحتاج. للأسف إحنا اليوم في وضع أنه في فئة كاملة كبيرة في مدارسنا من ضحايا العنف المباشر أو الغير مباشر، يعني بحاجة إلى متابعة، بحاجة إلى علاج نفسي. هذه خطة نحن نطالب أولا الوزارة بأن تفعل برامج وموارد لتفعيلها، يعني على مستوى التصريح، وهي مهمة جدا على مستوى التصريح بيقولوا أنه بتبنوها. إحنا يعني بنشوف بدايات في هذا الموضوع، هذا أمر جيد، ولكن في نفس الوقت أنا أدعو مدارسنا وسلطاتنا المحلية إلى المبادرة، عدم انتظار يعني برامج احنا بيدخل كثير من الموارد، استغلوها بشكل جيد، وهذا امر برجع بالاساس كمان لنا. دكتور شرف حسان، شكرا جزيلا لك على كل هذه القراءه والتوصيات، شكرا لك. الى ملفنا الثالث لهذا اليوم. مع اقتراب موعد الانتخابات المحليه، تنشط اللجان الشعبيه في البلدات العربيه لحث المرشحين للتوصل الى ميثاق شرف يهدف الى تجنب حاله التحريض في الانتخابات المحليه، وقد نجحت هذه المبادره في قريه عرعرات النقب. تفاصيل اوفى في تقرير مراسلنا من النقب ياسر العقبي. عشية الانتخابات للسلطات المحلية نهاية الشهر الجاري، وقع مرشحو القوائم لانتخابات مجلس عرعرة النقب المحلي على ميثاق شرف من أجل حملة انتخابية ديمقراطية ونزيهة وحضارية بين مرشحي الرئاسة والعضوية. طبعا نحن في هذا اليوم كنت قد بادرت باسم قائمة الهدى والسلام في عرعرة النقب المرشح لرئاسة المجلس والعضوية المجلس لهذا اللقاء الذي أردنا من خلاله، طبعا من خلال دعوة جميع رؤساء القوائم وأعضاء القوائم للرئاسة والعضوية في المجلس المحلي عرارة، بادرت إلى هذا اللقاء الذي فيه سنوقع على ميثاق شرف. صراحة أهم شيء في الاجتماع هذا اللي هنا هو نسيج الترابط بين أهل عرارة في بالنسبة للانتخابات ل 2023، والتآخي على أساس أنه ما يكون أي إشكالية على مدار الانتخابات حتى نهايتها إن شاء الله رب العالمين. جاء توقيع على ميثاق الشرف بحضور رؤساء القوائم التي تنافس على رئاسة وعضوية المجلس المحلي، وعدد من الوجهاء وضباط من محطة الشرطة المحلية، حيث تعهد الحضور بالعمل من أجل السلم الأهلي ونزاهة الانتخابات وتقبل الرأي الآخر، وأن تكون الحملات الانتخابية بعيدة عن الشخصنة والتجريح. احنا موجودين اليوم في هذه القاعة للتوقيع على ميثاق الشرف للانتخابات، ومن هنا انا ادعو اهل هذه البلدة الطيب اهلها الحفاظ على حملة انتخابية وعلى اجواء ديمقراطية، وبعيدا عن التجريح وبعيدا عن الهمز واللمز. وانا اذكر اهل هذه البلدة اننا اخوة. أؤيد هذا المؤتمر أو هذا الميثاق، لأن بحاجة إلى ميثاق مثل هذا، ونكون بنوايا صافية إن شاء الله حتى لا يكون عندنا مشاكل، لأن كان عندنا مشاكل في الماضي في عرعرة النقب بالنسبة للانتخابات. نسأل الله أن لا يكون لنا مشاكل في المستقبل، يعني في كمان شهر بالضبط، كمان شهر يومين يعني في عندنا انتخابات، نسأل الله أن يعد هذا اليوم على خير. وتتنافس العشرات من القوائم على الرئاسة والعضوية في انتخابات السلطات المحلية العربية في الجنوب، رهط واللقية وحورة وكسيفة وعرعرة النقب وتل السبع وشقيب السلام وقرى المجلسين الإقليميين القسوم وواحة الصحراء، إضافة إلى قائمة شراكة اليهودية العربية التي تخوض المعركة الانتخابية على عضوية بلدية بئر السبع.
ولنقاش حظوظ نجاح مثل هذه المبادرات ينضم إلينا الأستاذ المحامي محمود شاهين وهو رئيس اللجنة الشعبية في سخنين. مساء الخير. مساء النور جميع المشاهدين. الغريب هو محاولة البحث عن إجماع حول ميثاق شرف لعدم التجريح فيما بينهم للمرشحين، ولكن يعني برأيك ما هي أهمية هذه المبادرة في اللجان الشعبية، وهل برأيك سيستجيب لها المرشحين؟ يعني بطبيعة الحال إنه هذا الميثاق البلدي أو ما يسمى ميثاق الشرف هو ميثاق مهم جداً، واحنا بسخنين مثلا اللجنه الشعبيه مع رجال الدين الافاضل مع مدينه بلا عنف من خلال بلديه سخنين قمنا للمره الثالثه بعرض ميثاق بلدي على المرشحين وللتوقيع عليه وكذلك من القوائم العضويه. طبعا في هناك هذا في ثقه كامله من موجوده من المرشحين ومن القائمه العضويه ومن الاهالي بالنسبه لهذا الموضوع، واحنا طبعا في التزام من كل المرشحين سواء الرئاسي او العضويه لهذا الميثاق اللي طبعا عرضناه على المرشحين قبل التوقيع عليه. هذا الميثاق مهم جدا مش بس يعني ليس فقط في التوقيع عليه والالتزام به، احنا كلجنه ميثاق احنا نتابع سيروره الانتخابات حتى انتهاء الانتخابات وما بعد الانتخابات ايضا. فكل الامور اللي حصلت في الماضي واللي احنا متامل ما تحصل كمان في هذه الفتره، احنا نعمل على حل كل الامور اللي بتصلنا سواء كانت من مضايقات او من محاولات تجريح او من اساءه او امور اخرى، كلها احنا كلجنه ميثاق بالتنسيق مع جميع المرشحين احنا بنقوم في حل الامور ومتابعتها حتى نصل الى يوم الانتخابات والامور تسير باجواء ديمقراطيه واجواء ايجابيه وتكون العمليه الانتخابيه عمليه. يعني هنا تتحدثون عفوا استاذ محمود، ولكن تتحدثون في هذه المبادرات عن ميثاق شرف لمنع التجريح في المجتمع العربي، هناك تهديد من للمرشحين بين بعضهم بعض، وهناك اعتداءات على ممتلكات للتهديد، كيف تنوون التعامل أو تنصحون أيضا اللجان المحلية والشعبية التعامل مع هذه الظاهرة تحديدا هذا العام؟ يعني صحيح في حقيقة هذه المرة يعني هناك في عدة بلدات عربية اللي كان في هناك تهديدات للأسف الشديد، وهذا طبعا هو حالة من حالة العنف اللي احنا موجودة في مجتمعنا العربي للأسف، وهذه الحالة انه عم بتأثر وبتأثر على مجريات الامور والانتخابات في بلداتنا. هذا الامر مؤسف جدا، ولكن احنا اليوم احنا حتى في هذا الموضوع احنا بسخنين مثلا على سبيل المثال ما في اي هناك تهديدات لاي واحد من المرشحين، فالامور تجري حتى الان يعني بروح ايجابيه للاخر، الاجواء كانت ايجابيه لحتى الان. في بعض الاشكاليات اللي احنا نكون في متابعتها، ولكن بالنسبه لقضيه التهديدات يعني هذا موضوع اللي هو بتصور اكبر من قضيه لجان الميثاق، لانه هاي موضوع اللي يتعلق بقضيه الشرطه وقيام الشرطه في معالجه هاي الامور، لانه هاي الامور اللي المفروض تكون في هناك جسم اللي هو الشرطه اللي تتابع الامور وتعالجها، لانه هي عندها الصلاحيات وعندها المعلومات وعندها الامكانيات لمعالجه هذه الامور. المحامي محمود شاهين وأنت رئيس اللجنة الشعبية في سخنين، شكرا جزيلا لك. في فصل الشتاء تغرق كثير من البلدات العربية بمياه الأمطار، وذلك بسبب نقص في جاهزية البنى التحتية، إضافة إلى عدم ربط 20% من البيوت العربية بمياه الصرف الصحي. التفاصيل في تقرير مراسلتنا بيان حجيرات. مع هطول المطر الأول حالة من القلق والترقب حول جهوزية البلدات العربية لاستقبال فصل الشتاء هذا العام، وكما كل عام حيث تغرق العديد من البلدات العربية جراء هطول الأمطار التي تتحول إلى فيضانات لعدم كفاءة شبكات المياه
وخطوط التصريف. عدم الجهوزية في البلدات العربية بيؤدي لعواقب وخيمة على الحياة الشخصية، على حياة الأسرة، على حياة الأطفال. طبعا إذا البلد بالجاهزة من تصريف مياه، من شوارع، من مكبات نفايات، فطبعا هاي لها تأثير كبير على الحياة اليومية في حياة الفرد والأسرة. بحسب المعطيات الوزارية الأخيرة، ف20% من البيوت العربية غير متصلة بالبنية التحتية لتصريف المياه ومياه الصرف الصحي، ولكن المعطيات لا تشمل البيوت والقرى مسلوبة الاعتراف، فضلاً عن شوارع البلدات العربية غير الآمنة والتي تتسبب بحوادث بشكل دوري وخصوصاً في فصل الشتاء. جاهزية البنية التحتية والحيز العام هم من أساس وأولويات حقوق الإنسان حتى يشعر بالأمان والإطمئنان بالمكان الذي يعيش فيه. صراحة في الوسط العربي البنية التحتية هي غير مؤهلة أو غير جاهزة لاستيعاب كل الأحداث أو كل الأحداث أو حالات الطقس المتطرفة بسبب أزمة المناخ. أثبتت حالة المجتمع العربي على مدار الأعوام عدم جهوزية البنى التحتية لاستقبال فصل الشتاء، وأثبتت حكومات إسرائيل أن خططها الاقتصادية ووعوداتها بتمرير الميزانيات لم يقدم شيئاً، بالإضافة للبناء غير المرخص والكثافة السكانية التي تنهش البلدات العربية وتطرح تساؤلات عدة حول شكل فصل الشتاء هذه المرة. وللحديث بشكل موسع عن هذه القضية ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ عبد نمرني، وهو ناشط وخبير بيئي. مساء الخير، شكرا لحضورك معنا. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. إذن نحن نتحدث عن أن يعني أضرار معروفة مسبقا، الشتاء لا يفاجئنا، الخلل في البناء التحتية معروف مسبقا، ولكن الحكومة لا تعمل بشكل الكافي. ظاهرة البلدات العربية وقضية الشتاء هي ظاهرة سنوية اللي منعاني منها في بلداتنا العربية. البلدات العربية طبيعي تغرق بالفيضانات، وكثير من الخسائر اللي بتحدث في بلداتنا وفي حاراتنا لعدم جهوزية بلداتنا لفصل الشتاء، وهذا أمر مقلق جدا للسلطات المحلية وللسكان وللمواطنين بشكل عام. القلق هو سببه فقط غرق البيوت أم الأضرار المياه الجوفية؟ يعني هذه المياه أضرارها أكبر من مجرد الأضرار المادية للبيوت أو للممتلكات. طبيعي هنالك أضرار عديدة للفيضانات ولعدم جهوزية بلداتنا، من اللي حكيت عليها قضية البيوت، الشوارع، البنى التحتية، قضية المياه الجوفية، قضية الزراعة، وكثير من الأضرار والخسائر الفادحة اللي بتصيب بلداتنا وفي كثير من المناطق اللي خاصة المناطق المنخفضة في بلداتنا وفي حاراتنا. لذلك عدم التنظيم وعدم جهوزية البلدات وعدم التخطيط السليم هو اللي بيؤدي إنه تكون بلداتنا عرضة لكل هذه الخسائر الفادحة وللفيضانات ولكل المشاكل اللي بتحدث في فصل الشتاء في بلداتنا العربية. طيب هناك فرق بين بمستوى الجهوزية والتحضر لفصل الشتاء في البلدات اليهودية من ناحية البناء التحتية وفي المجتمع العربي تحديدا، من المسؤول الرئيس؟ هل هي الحكومة أم البلديات؟ يعني من يجب أن يعمل على هذا الأمر الذي نعرف مشاكله مسبقا؟ كل البلدات اليهودية بلدات حديثة اللي بتقوم على بناء حديث، على بنى تحتية حديثة، على استيعاب كل المياه الأمطار والمياه الصرف الصحي. هاي البلدات الحديثة طبيعي من خلال الميزانيات وبناء هاي البلدات، أعتقد بلداتنا كلها بلدات خاصة في الحارات القديمة هي اللي بتغرق، هي اللي بتكون الخسائر في هاي البنى التحتية القديمة. وطبيعي الميزانيات، عدم وجود الميزانيات الكبيرة في إدراج مشاريع جديدة وتحديث البنى التحتية في بلداتنا هي اللي بتحدث بالأساس هاي الخسائر وهاي الفيضانات، إنه هاي البنى التحتية بتقدرش تستوعب الكميات الكبيرة من الأمطار اللي بتتدفق بشكل فجائي وفي مدة زمنية محدودة اللي منشوفها في فصل الشتاء. طيب ما مستوى الأضرار التي تلحق بالمياه الجوفية؟ من المعروف أن المياه الجوفية هي يعني كنز يجب الحفاظ عليه وعلى أهمية نقائه، ولكن ما هو مستوى الأضرار الذي يلحق بها بسبب هذه الفيضانات؟ طبيعي المياه الجوفية كنز مهم عندنا في بلادنا،
وطبيعي الفيضانات اللي بنحدث انه كذلك بتضر بشكل كبير على المياه الجوفية بشكل كبير. اكثر الخسائر اللي بنشوفها بنراها على السطح في بلداتنا وحول في محيط الحارات القديمة في بلداتنا، وخاصة انه في هنالك مشاكل عديدة اللي بتحدث في فصل الشتاء. طب استاذي، كيف يمكن ان يتم تجاوز هذه الأزمة؟ ماذا كنت تنصح البلدات العربية على الاقل بان تحذر منه؟ اعادة تعبيد الشوارع، ربط البيوت في مياه الصرف الصحي، بماذا توصي؟ طبيعي مفهوم ومهم جدا التنظيم والتخطيط السليم، هذا بحاجة الى ميزانيات. مهم جدا أن تكون الحارات ملائمة والبنى التحتية ملائمة للكميات الهائلة من الأمطار اللي بتهطل في فترة زمنية قليلة وتستوعبها. قضية الترخيص أيضا، أنه هنالك كثير من البيوت الغير مرخصة وترتبط في شبكة المياه أو بشبكة البنى التحتية، هذا أمر أيضا بتعيق أنه البنى التحتية وكل البنى التحتية تقدر تستوعب الكميات الكبيرة بعدم تنظيم والتخطيط السليم في الحارات. وقضية تجديد هاي البنى التحتية في الحارات القديمة وفي بلداتنا، خاصة في المناطق القديمة من البلدات، هذه إشي أساسي ومهم لتنظيم وترتيب الأمور والتحضير لفصل الشتاء، ونكون جاهزية كبيرة لبلداتنا أن تكون هذه البلدات جاهزة لفصل الشتاء ولكمية الأمطار والفيضانات مستقبلا. طيب حدثني الآن عن الأضرار التي تلحق بالمزارعين، الخسائر هل هي خسائر مادية أم أن هناك أيضا أضرار أخرى بسبب هذه الفيضانات؟ نعتقد أنه مهم أيضا أنه هنالك الفيضانات تحدث خسائر كبيرة بالزراعة وخاصة في المناطق المنخفضة. طبيعي مهم جدا انه، وهي شيء اساسي، انه المزارعين هنالك لهم خسائر فادحه، ومتابعه ذلك تكون ايضا ضمن وزاره الزراعه بقضيه التامين المحاصيل الزراعيه، وهذا امر مهم على المزارعين ان ينتبهوا ايضا لذلك. استاذ عبد نمارني، وانت ناشط وخبير بيئي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. شكرا لك ولجميع المشاهدين. شكرا لك. مع انتشار آفة العنف في المجتمع العربي، باتت تولي أقسام الخدمات الاجتماعية في المجالس المحلية اهتماما كبيرا في توفير دورات تهدف إلى تجهيز كوادر اجتماعية الوساطة بين المتنازعين لجسر هوة الخلافات. التفاصيل في تقرير مراسلتنا وفاء يوسف. من منطلق الإيمان بكون الوساطة والتجسير خير لغة بديلة للعنف، وأنه بالحوار توجد الحلول لكافة النزاعات والمشاكل، باتت أقسام الخدمات الاجتماعية المختلفة في شتى المجالس المحلية والبلديات تولي اهتماماً لهذا الموضوع الذي شق طريقه بسرعة إلى المجتمع العربي. قررنا أنه نتبنى موضوع التجسير والوساطة وحل النزاعات، لأنه أنا بنآمن أنه هاي ثقافة لازم نذوتها. هاي اللي تفكير، هي طريقة التفكير، طريقة الكلام، اليوم إحنا بتنقصنا هاي الشغلات. وبالذات يعني حتى أنا بقول اليوم يعني بالجيل الصاعد، إحنا الهدف تبعنا أنه نشتغل نأهل ناس في هذا الموضوع، ومن ناحية ثانية أنه نشتغل مع الجيل الصغير يبدو يسمعوا مصطلحات اللي بتحكي على التسوية، على الوساطة، على أنه ممكن بالاختلاف نتعايش ونوصل لطريق اللي نكون الجهتين ربحانين. ونظرا لأهمية الموضوع ولكونه أداة مهمة للتواصل، باتت تبادر مختلف أقسام الخدمات الاجتماعية إلى إقامة دورات للوساطة والتجسير من خلال الوحدات الجماهيرية ومراكز الوفاق الأسري، ويتم فيها اختيار المشاركين وفق معايير مهنية. صار في حاجة للمراكز تستعمل برضو لغة الوساطة. لغة الوساطة هي مهمة جدا من بشغلنا، وخصوصا بعد سنين خبرة في هذا المجال صرنا نشوف إن احنا بدناش المشاكل تتطور أكثر من هيك. الدورة اللي إحنا اليوم عاملينها هي دورة شاملة لكل المجالات، وهذا الإشي بيخدم كل القضايا اللي في المجتمع، وإحنا شايفين كديش قضايا قاعدة بتتعقد في مجتمعنا للأسف من عنف مستشري بسبب عدة مشاكل اللي كثيرة قاعدة للأسف بتتطور عنا. هي لغة
اللي مهمة جدا نتداولها بكل الأجيال، هي لغة الأم مع الجنين، هي لغة بتربط كل بني آدم بشخصه بالشخص اللي كباله، هي لغة الشيخ ولغة المسن، لغة الطبيب، لغة كل بني آدم بالمجتمع العربي، هي لغة متداولة لا تقتصر بس على حالات الطلاق وحالات المشاكل اللي بتصير، بل هي أزد من هيك، هي لغة متداولة بين كل الفئات الموجودة، هي أدوات البني آدم يقدر يتوجه فيها للمجتمع ويتعاملها مع الشخص للآخر، طرق جدا سلسة بنتقدمها لهي المجموعة اللي هي تتطور إنه يصير في عنا لغة جدا ملامسة وريحة وهي تخفف من كمية العنف الموجودة بالبلدان. من جانب آخر، تعمل أقسام الخدمات الاجتماعية جاهدة بشتى المواضيع الاجتماعية، ومنها تعزيز ثقافة الوساطة والتجسير التي من شأنها أن تكون بديلاً للغات العنف والقوة، حيث أن العمل الجماهيري يحتاج لتعاون أبناء المجتمع عامة ليساهموا بإظهار نقاط القوة في المجتمع والعمل على التغيير للأفضل. والآن مع بانوراما أونلاين وأبرز تداولات منصات التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية، فيها سنتحدث عن استهداف مسيحي القدس. استهداف المسيحيين في مدينة القدس من قبل متطرفين يهود ليس بالأمر الجديد على أرض الواقع، فكل راهب أو حتى مقدسي يعاني من هذه الاعتداءات بشكل يومي. الجديد في هذا العيد هو أن المتطرفين أصبحوا أعضاء كنيسة ووزراء في الحكومة، فوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير دافع عن المتطرفين الذين اعتدوا على كهنة مصلين مسيحيين أثناء صلاة في طريق الآلام بالقول إنها عادة قديمة، لنشاهد توثيق الاعتداءات التي انتشرت بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. آلاف التعليقات شهدت وسائل التواصل الاجتماعي، منها نقرأ تعقيب عبد العزيز الذي كتب يقول: لم تسلم الكنائس ورجال الدين المسيحيين والطوائف المسيحية في القدس الشريف من اعتداءات المستوطنين وشتمهم ومنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية، ويبرر ذلك بن غفير أن هذه الممارسات من التقاليد اليهودية. إلى متى سيبقى الاحتلال جاثما على ظهور الفلسطينيين والعرب؟ ما زالوا يطبعون مع الاحتلال. أما مريم فقد كتبت تقول: الاعتداء على المسيحيين في القدس والأراضي المحتلة هو اعتداء على الهوية العربية، وليست تستهدف طائفة أو مذهبا، ولكن مع شح القدرات وشح القدرة على إبقاء المكاسب يصبح صعبا إعدام الوجود العربي بصمت كما كان في الحال في الماضي. إنها معركة وجود وليست محاولة للمطالبة بحقوق لطائفة بوجه آخر. أما غدير فقد كتبت تقول: اعتداء المستوطنين على المسيحيين في البلدة القديمة والبصق عليهم يعكس ذلك الحرب الدينية التي تستهدف كل مسلم ومسيحي بهدف تحويل القدس إلى مدينة يهودية. بهذا مشاهدنا الكرام نأتي إلى ختام جولتنا البانورامية، شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.